رجعنا وياكم بحلقة جديدة من حلقات قناة ماستر التقني، وياكم أخوكم سجاد الشمال. طبعا اليوم عندنا مثل ما قرأنا عنوان الفيديو من أهم سلسلة اللي موجودة على القناة، هي حلقة الأسعار اللي بديناها، واليوم عندنا الحلقة السابعة من حلقة الأسعار. هذه الأسعار كالعادة تتضمن الأسعار اللي أغلب الأجهزة انتشار بالسوق، مثل ما نقول راح نعطيها السعر بالدولار فقط، يعني تقدر أنت تضرب في 1 و2 و2 راح ينطيك السعر بالدينار العراقي. هذه الأسعار ممكن تتغير بمرور الزمن، فأي شخص حاب يأخذ السعر من هذا الفيديو نفسه أو هذه الحلقة نفسها خلي شاهد تاريخ الفيديو قبل ما ياخذ السعر، لانه اغلب الاسعار ممكن تتغير بمرور الزمن. اكو اجهزه تصعد واكو اجهزه تنزل، لكنه على العموم اكو اجهزه كثيره نزلت، لكنه فئه الجي صعدت على الاطلاق بسبب انه احنا عندنا الجمارك صار يعني مثل ما نقول عليها تلويدة، وصار عليها صعوبه بتخريج البضاعه والسلع، فصار احتكار على السلعه اللي موجوده عندنا بالسوق. هذا اللي ادى الى انه فئه الجي تصعد، لكنه فئه الفلاج شيب اللي هي عليها قليل السحب اعتقد نزلت، وراح تشاهدون هذه بهذه الحلقه نفسها. ما طال عليكم المقدمه، يا رب تكون من الحلقات اللي نالت اعجابكم، واللي اعجب الفيديو ينطي لايك، اللي ما عجبه ديسلايك، واشتركوا بالقناه حتى يصلكم كل ما هو جديد من قناتنا. فخلينا نفوت الحلقه، حلوه قناتنا، خلينا نفوت الحلقه ونشوف الاسئله.